سارة. أنت أول درجة تطلعي نوميني. I set a record يعني. هل أثرت النومينيشن على معنوياتك؟ Yes and no. أيوة عشان إنه ما كنتش عايزة أول دليجي نوميني بس في نفس الوقت لأنه I have to keep going as a delegate I have to keep going but I set a record but at least it was something مظبوط اول مره رولا بتحبي تقولي لها شيء للارا لارا النومينيشن لازم ما تعطي معنويات يعني هيك ايام الواحد بيشط بيرجع بيعلى بس بدي اقول لك لارا انه انت صار لك 3 اسابيع اشتغلت كثير واهم شيء عملته لارا انه جربي تتقرب اصحابها من بعضهم وخليتهم يتعرفوا اكثر على بعضهم بس لارا رح بتكون هالاسبوع اخر اسبوع لها لانه بفتكر هي تعبت وفي غيرها على بالي يتحمل هالمسؤوليه بس بدي اقول لها شغله للارا انه هن تعرفوا على الجبل بلبنان وتعرفوا على الثلج بلبنان هلا شو رايك تروح تقضي نهار على البحر بلبنان لان بلش موسم الاسبوع وبدي اقول لها لارا شغله بعد فيها تنقي 4 من اصحابها يروحوا معها بس هلا بدها تنقيهم هلا لا 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 ممكن لحظه خلونا نسمع كمان من هنا بدك تنقي 4 حي الله ما بيهم بس ممكن من الناحيه دي كمان ولا بس من هنا محل ما بدك مين ما بدك مين ما بدك من هالميله ومن هالميله محل ما بدك انت بتقرري لارا فيك تنقي من النومينيه وفيك تنقي مش نومينيه اللي بدك اياه 4 4 4 محمد ميشيل تانيا لا ويحيى لا لا جايد محمد ميشيل تانيا ويحيى محمد باش ميشيل تانيا ويحيى مظبوط؟ اوكي لكن هالاسبوع رح بقضوا نهار على البحر رح يتسبحوا ويتشمسوا ان شاء الله يطلع لهم طقس حلو ولا رح يكون الطقس حلو عم بيكون الطقس حلو اذا كمان في انتخابات لديليجيت جديد هالاسبوع لرولا مظبوط؟ هالاسبوع أوكي. شخص جديد رح يستخدم شكرا لك لارا تفضلي وبذكر المشاهدين انه لارا وتانيا وناصر